بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في الفيديو تاع اليوم، في الحقيقة راهي مخصصة لسنة أولى ثانوي، تلاميذ وأولياء، باش نتعرفوا على أهم الدروس اللي راح يشوفها الطالب الآن في الثانوية في الفصل الأول سيكونس. دوك راح ندخلو يونيت 1. إذا يونيت 1 هذه راح مبازية على واش؟ على الانتركالتشرال اكسشينجز. واش معناتها؟ معناتها التبادلات ما بين الثقافات. غير نقول لك التبادل الثقافي، ديجا شفتوه هذا السوجي، شفتوه كي كنتو في المتوسط، راكو عارفين بلي راح نتهضروا على التكنولوجيا، وسائل التبادل التكنولوجي، وعلى ماش قادر تهدر. قادر تهدر على البلاد نتاعك، قادر تهدر على الحوايج اللي تلبسوهم في بلادكم، على الماكله اللي تاكلوها في بلادكم، على النمط تاع العمران، يعني البنيان كيفاش داير، اي حاجه اي حاجه من هذوما قادر تطيح. الو نروحوا غير حبه حبه باش تكونوا عارفين. learning objectives معناتها الدروس، الاستاذ وين يوصلك، واش لازم تكون تعرف دير. name the main parts of any communication device. واش معناتها device؟ device معناتها آلة ولا انوتي، أداة تستعملها في لا كومونيكاسيون، تواصل. واش يجي في بالك؟ راح يجي في بالك الكمبيوتر، راح يجي في بالك الانترنت، تليفون، لي سوشيال ميديا، هذوك كامل هذوما رايحين تهضر عليهم. الوغ كي نقولوا مين بارت، معناتها قادر يطيح لك في الفرد سوجي على لورديناتور، يقول لك مما يتكون فيه الكلافيي، فيه قادر يطيح لك هكا، فيه لا سوغي، فيه ليكرون، شكون خدمو، اول مخترع اللي دارو، يهدر لك، يقعد يهدر لك على ذا مين بارت تاع هذا الديفايس، تاع هذه الاله. اوكي، توك اباوت مينز اوف انتركالتشرال اكسشينجز. مينز معناتها وسائل. اذا قادر يطيح لك قلنا على لورديناتور، الانترنت، كي نقول لك يطيح على انترنت معناتها ايجابيات سلبيات، نفس الشيء تليفون. ميك كومباريزنز، كومباريزنز معناتها المقارنه، رايحين نقارنوا ما بين ربما ثقافات، ربما الاجهزه، ربما السلبيات والايجابيات. كي نقول لك ربما معناتها لازم توجد روحك، لازم تطالع. خلاص دوكا تاع الاستاذ يهدر لي على انترنت، معناتها راح تطيح لي الادماجيه على الانترنت. اوبلي تقرا على الانترنت، قادر يطيح لك اللي اخترعها، وقتاش، البلاد، اي حاجه عندها علاقه بها، اي حاجه لازم تطالعوا، ما تستناوش الاستاذ. دونك قلنا ميك كومباريزنز المقارنات، اكسبريس بريفرنسز هذا ماشي حاجه، هنا رايحين نهضروا على كي تحب حاجه، قلنا فعل لي فيرب تاع نحب وما نحبش، واش يجي موراها من اي ان جي وكامل، وتهضر على الصوالح اللي انت تفضلهم، معناتها راح تعبر شويه وليدي، راح تعبر. manipulate some common means of intercultural exchanges. واش معناتها؟ معناتها لازم تعرف تكتب الايميل. الحمد لله كنا معاكم كامل الاساتذه في القسم ولا في اليوتيوب، كنا معاكم علمناكم تكتبوا الرسائل، علمناكم تكتبوا الايميلز، تعاودوا تشوفوا هذا الصوالح. give sequenced instructions. واش معناتها give sequenced instructions؟ معناتها راح تمد الخطوات والتعليمات باش دير كذا وكذا. ممكن يطيح لك سوجي يقول لك شنو هما الخطوات باش تبعث ايميل، معناتها كيفاش دير، قادر حتى لا غوسيت تطيح لك باسكو فيها تعليمات instructions. هنا رايحين نتراجعوا the imperative، درس تاع الامبيراتيف هو اللي نحتاجه باش نمد التعليمات. express obligation must، prohibition اللي هي mustn't، absence of obligation معناتها الدرس تاع you have to، لازم عليك دير كذا، قادر يطيح لكم تاع should etc. express purpose هذه جديده، هذا الدرس جديد ما درناش، هدرنا عليه اللي هو التعبير عن الهدف تاعك. for example I study to succeed. واش استعملت هنا باش تقولي لي كي استعملت to؟ هنا ما كاش غير to، كاينه بزاف صوالح راحين نشوفوا هذا الدرس. state a point of view and justify it. هذا شوفوا كاين عبارات يخلعوا ما كان والو، هذه درتوها في السنه الرابعه اللي هو لو تيكست ارغومونتاتيف. شفتوا state a point of view يعني an opinion and justify واش معناتها؟ معناتها تمد علاش، تمد لي زارغومون اللي هي الحجج، النص الحجاجي اللي هو لو تيكست ارغومونتاتيف. write about means of intercultural exchanges يعني write about computer internet telephone مره اخرى، هذا يقعدوا غير يدوروا. read and interpret an email، الايميل نعرفوه بوم تخلعوناش كامل حنا جينا واجدين. describe regular activities نشاطات يوميه، يعني قادر تطيح لك انسان يحكي لك كيما اللي درت لكم واحد السوجيه من بعد نحطه لكم، يحكي لك على يومياته المدينه نتاعو داخله في التبادل الثقافي. مثلا نقول لك حنا في الجزائر
الدروس تبدا على 8، هذه داخله في الثقافه نتاعنا. بلدان اخرى دروسهم يبداو 8:30، حنا نكملوا على 4:30 ولا 5 العشيه، بلدان اخرى تكمل على الزوج على 2:30، هذه داخله في الثقافه تاع البلاد. differentiate معناتها نفرق ما بين formal and informal letters، الرساله الرسميه والرساله اللي ماشي رسميه، messages كيف كيف اي حاجه رسميه ماشي رسميه، شفناها ديجا العام اللي فات. ونعاود نقول لكم باللي كامل هذو الدروس راح نديرهم لكم كامل، ونزيد لكم فروض تمارين اختبارات كاع ما تخافوش. اوكي، اذا نروحوا الان العناوين، زعما باش يبان لكم العناوين تاع الدروس. اول نصيحه اللي نمدها كامل الناس اللي تسقسيني استاذه واش ندير باش نخدم مليح، هذه الكلمه هي الجواب. ليكسيس، واش معناتها ليكسيس؟ معناتها تعلم المفردات، كاع الكلمات اللي عندهم علاقه بالشيء اللي ذكرته لازم كيما نقولك قد ما تتعلم قليل. ليكسيس ريليتد تو يعني فوكابولير، مفردات علاقه بكمبيوتر، مسجز يعني كمبيوتر، لي ميساج، description to the west the north it's bordered معناتها هذه يحدها شمالا يحدها غربا يحدها، راح تهدر على بلادك. اما الدروس تاع لا غرامير ولا كونجوغيزون هاي ليك الامبيراتيف، قلت لكم لازم الامبيراتيف باش نمدو instructions، لازم لك sequencers اللي تعرفوهم first next then after that finally، شتوهم هذو تعاودوا تشوفوهم. models need to have to should must will، نعاودو نشوفوهم هاملك have to must etc. comparatives of adjectives اللي راهو فاهمهم سي تري بيان، راجعوهم شويه وليداتي باش نهار ديروا الدرس ما تحصي طيح في استاذه اللي ديرلك زائد نقطه كي تجيب صحيح، ما تحصيش راجعو قبل الدرس. اوكي دونك عندنا اكثر واقل etc. expressing purpose هاوليك الهدف، عندنا to هذه حنا موالفين نخدمو بالتو، راحين نزيدو عليها in order to، راحين نزيد so as to، وراحين نديرو كيفاش ننفيوهم. types of pronouns يعني انواع الضمائر، عندنا ضمائر فاعلة اللي هي I, you, we, they، عندنا ضمائر object مفعول به me, you, her تعرفوهم، ونزيدو ضمائر واحد اخرين نتبعو مليح. prepositions of time and place in on at هذوما. frequency adverbs ثاني درناهم في المتوسط نعاودو نشوفوهم، يعني قلنا زيغو اللي ما تصراش كاع نقولو never، واللي تصرا دائما هي always، وراح نشوفو وشنو كاين بيناتهم، كاينه sometimes usually often etc. degree adverbs هذيا ما قريناهاش في المتوسط، كانت كاينه ومن بعد نحاوها، يعني كيفاش نقول لك الشده تاع الصفه، معناتها حاجه بزاف نقول لك very كذا كذا، هذاك الدرس نشوفه. هذا ثاني ما تعرفوهش راح يجيكم جديد بصح مع استاذه راضيه ما تخافوش. عندنا correlative conjunctions، واش معناتها؟ معناتها كي نقول لك نحب كذا وكذا، ما نحب لا هذه لا هذه، كي يكونوا صوالح زوج كيفاش نقول نعبر على زوج صوالح. definite and indefinite articles سامعين بهم، نعاودو نشوفوهم. phonology يعني دروس النطق، واش راح نشوفو؟ راح نشوفو intonation in polite requests، هذه ثاني شغل جديده شويه. stress in two syllable words، هذا stress هدرت لكم عليه، كنت نقول لكم كي تروحوا اللي تشوفوه يعني اللي تبعوني سامعين به، اللي ما يعرفوش نديرو الدرس بكل حل من الاحوال. stress in two syllable words هذا stress معناتها الشدة، راح نشوفو الدرس تاعو بالتفصيل. فيما يخص الوضعيات الإدماجية ما يخلعوكمش وضعية إدماجية، مالغري كو كاينة بزاف اللي قادرين يطيحو، بصح كامل يصبو في نفس الموضوع اللي هو cultural ولا intercultural exchanges يعني التبادل الثقافي. وجدوا روحكم على المساوئ والإيجابيات تاع الإنترنت، لو تيليفون اسكو مليح ماشي مليح، هذو الصوالح كاملين رايحين نخدموهم. اوكي دونك فور اكزامبل عندنا لابلين، عندنا اوردرين، انستراكشنز تاع تنظم التعليمات تنظمهم، رايت ا كومبوزيشن اباوت ادفانتجز هاي ليك، اند drawbacks of internet، drawbacks معناتها كيف كيف disadvantages of the internet، hold a telephone conversation معناتها تكمل حوار على الهاتف، تكمل يمدلك جمل فيهم فراغات انت تعمرهم fill in the gaps، تكتب الريزومي ملخص يكتب لك حاجة كي شغل موافين نديرو احنا الاي دي كارد هكا تعمرها، write an application letter واحد يحوس على خدمة راح يكتب رسالة
باش يدوموندي ديك الخدمة، هذاك لو بوست، رايت ليتر اوف انكويري، واش ما عندها تسقسي على صديقك، واش بيك، على ما جيت، غير الخير، عندنا بزاف ما شفناكش، فور اكزامبل. ريسبوندين معناتها تكتب الرد على واش، على ايميل. اوكي، ادفيرت معناتها بوبليسيتي. رايت شورت نوتس تو انفايت، العرضه تبعث انفيتاسيون، ولا تقول لهم سمحوا لي ما نقدرش نجي، ولا تقول لهم ايه راني جاي. يعني عندك العرضه، وعندك ترفض العرضه، وعندك تقبل العرضه، هذو كامل لازم تعرف تكتبهم. Write short notes to express sympathy and apology. ثاني كيف كيف تكتب سطر ولا زوج تبعث sympathy، تقولوا والله أني حاسة بيكم، وإن شاء الله، يعني apology، ثاني تطلب السماح. أوكي، داخلة هذه مع العرضة شوية، مع بعيد الشر بعيد الشر، كاش ما يصرى واحد توفى له واحد، تبعث له you express sympathy، محسوب التعاطف معه. اوكي، instructing and comparing، كيف كيف تعليمات وتقارن منه ومنه. expressing preferences and purpose، معناتها انت واش تفضل وشنو هي اهدافك. describing people's regular activities، تهضر على نشاطات تاع الناس والقادر، بيان سور نشاطات نتاعك انت، regular activities. describing a place، معناتها قادر يقول لك وصف لي المدينه نتاعك، وانت كيفاش تعيش في المدينه نتاعك. فوالا، هذو هما اهم الدروس، على بالي كاين تبان لهم بزاف، وما صح بزاف شويه، بصح انا نقول لكم استاذه رضيه راح تكون معكم باذن الله تعالى، نديروا حلول الكتاب المدرسي، نديروا دروس فروض، كاع ما تخافوش. نتوما واش عليكم ديروا، بينوا لي بلي نتوما كانكم معايا، كثروا لي لي لايك، ودعموا القناه، خلوها تكبر شويه. تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.